كيف تعمل مصاري بشكل سريع؟ انك تجيب لك كونتينر من اوراق الزيتون على كندا وتبيعها هون في كندا، لانه سعر اللوقيه من اوراق الزيتون تقريبا 14 دولار. لوقيه اشتريتها قبل سنتين ب 7 دولار، هلا ب 14 دولار اوراق زيتون. ويا ريت اوراق زيتون كويسه، يعني من مصدر كويس من الشرق الاوسط او من تونس او من فلسطين، اوراق زيتون من كاليفورنيا. يعني نوعيه المواد اللي موجوده في هذه الاوراق الفعاله اللي هي مضاده للسرطانات ومضاده للاكسده، هلا بنحكي لكم عنها، لسه اقل فعاليه من اللي جاي من الاشجار اللي مزروعه في الشرق الاوسط. هذه اوراق الزيتون، وهيك ممكن نعمل فلوس. بس احنا هون مش عشان نقدلكم كيف تعملوا مصاري، عشان كلكم ليش يعني الناس في كندا بيدفعوا 14 دولار على اوقية من اوراق شجرة الزيتون، واللي هي ممكن يحصلوا عليها طبعا عندنا في البلاد ببلاش. اوقية يعني غصن من أغصان الزيتون، اللي هي أوراق دائمة الخضرة يعني لا تسقط. أفضل الأوراق اللي بدنا نستخدمها بتكون أوراق الخريف مع عملية إنتاج شجرة الزيتون، يعني بعد قطف الثمار بنقطف الأوراق هذه وبنجففها وبنستخدمها كعملية شاي من أوراق زيت الزيتون. نستخدمها لحالات كثيرة، منها أولها حالات الالتهابات المستمرة. يعني هاي الأوراق تحتوي على المواد المضادة للالتهابات الفعالة في تغذية البكتيريا الجيدة اللي موجودة عندنا في القولون، وحتخفف من حدة التقرحات اللي موجودة في القولون، وحتساعد على تخفيف السكر، لأنه المواد الفعالة اللي موجودة فيها بتنزل كمية السكر اللي موجود في الدم وبتفعل البنكرياس على إنتاج الأنسولين، تعمل عملية كبح الالتهابات اللي بتصير في الأوعية الدموية، يعني هذا من ناحية القلب والشرايين، بتنزل الكوليسترول السيء. هذه هي الدهون الثلاثية، أوراق ومغلي أوراق زيت الزيتون، أوراق شجرة الزيتون. غير الفوائد التانية طبعا، كتساعد على الذاكرة وعلى التركيز. المهم انه شربها سهل، بس عملية وضع مياه ساخنة عليها على شوية أوراق، 5 6 أوراق، وتركها لمدة 5 دقائق. والأفضل انه نخليها منقوعة في مياه باردة فترة الليل، والصبح نعمل عملية شرب لهذه المياه، هيك بنحافظ على المواد الفعالة فيها. مرة مرتين في اليوم مش هتضر، مع شوية ليمون معها لتسريع عملية الهضم. نرجع لزيت الزيتون اللي هو كان امبارح عنا احتفال كبير لإله، حكينا عليه وحنحكي عليه كمان. كيف نعرف زيت الزيتون أصلي ولا مش أصلي، بكر ولا مش بكر؟ لأنه الفوائد هاي اللي بنحكي عنها هي تابعة لزيت زيتون بكر أصلي معصور على البارد. نسبة كبيرة مش ما بتعرف ولا عمرها ذاقت الزيت الأصلي المعصور على البارد. لما نحكي زيت فيرجن معصور على البارد، إذا بنحكي عن نوعية أول شيء تربة جيدة، وأفضل نوعية التربة البحر الأبيض المتوسط لزراعة شجر الزيتون والمناخ. هذا التربة والمناخ اللي هو يعني مناخ عضوي، شجرة الزيتون اللي عايشة في الجبال والرومانية اللي بتعيش عدة آلاف من السنين، هذه بعلية يعني على مياه الأمطار لا تسقى، وفي الشتوية بتم سقايتها بشكل طبيعي. هلا هذه النوعية الأفضل من الأشجار البعلية. هلا بالنسبة للثمار، إذا بدنا فيرجن، إذا الثمار لازم تكون نوعية كويسة من الشجرة الكويسة هذه، مش ثمار مقطوفة مثلا في شهر 12 شهر 1 بعد عملية نزول الأمطار، بتكون كلها 50% منها مياه،
ما بتكون مركزة. الزيت الأصلي والثمار الكويسة بتكون بتنقطف قبل موعد الثمار، أو إنه الناس ينزلوا ليقطفوا الثمار، يعني بشهر 9 بقطفوا الثمار الأصلية، بفحصوها بتأكدوا فيش فيها خراب، حجمها كويس، نوعية جيدة. في هاي الحالة وبشكل سريع بعد عملية القطف خلال يوم بتم عملية عصرها. هلا طريقة العصر والتصنيع للحصول على أفضل نوعية من الزيوت، بعد ما ضمننا إن الثمار تصلح لإن نسميها فيرجن، إكسترا إكسترا فيرجن أوليف أويل، اللي بده يعطينا كل الفوائد هاي اللي حنحكي عنها. بتم عملية الطحن على البارد، على البارد يعني البذور اللي موجودة في زيت الزيتون، في الزيتون مع الثمار كاملة، بتنحط بعد عملية غسلها وإزالة الغبار، بتم عملية طحنها بشكل ميكانيكي على البارد بدون استخدام الحرارة، لأنه إذا استخدموا الحرارة في عملية الطحن واستخراج الزيوت في هاي الحالة بنحصل على زيوت أكثر. زادت الحرارة بنستخلص زيوت أكثر من ثمار الزيتون اللي هي بالمناسبة فاكهة، وعشان هيك زيت الزيتون يسمى عصير فاكهة الزيتون. فبنعصر على البارد ميكانيكي بعد ما تتم عملية الطحن لا استخراج الزيت. في الحالة بمر المخلوطات في عملية الفرز. الفرز هي عملية استخلاص الزيت من المياه اللي بتخرج بعد عملية استخراج وعصر وكبس على البارد، أو عن طريق طريقة الطرق الحديثة، الطرد المركزي وسرعة الدوران بحيث يفصل الزيت عن المياه. وفي هاي الحالة بنحصل على أفضل نوعية من الزيت، اللي هي طعمه بتكون فيها حركة، أخضر غامق. أنا بحكي عن الزيت اللي نازل بعد عملية العصر من العصارة وشايفه أنا بعينيه، مش الزيت اللي بدي أشيله من التنكة اللي محطوطة في العصارة، يعني في فرق. هذيك ممكن احتمال تكون مغشوشة، ما بعرف. أنا بدي أتأكد من النوعية. في هاي الحالة العصارة بتنزل الزيت، بحط رغيف الخبز مع البندورة، أفضل أكلة. في هاي الحالة بشعر بحركة، هاي الحموضة هي المواد المضادة للأكسدة اللي بنشعر فيها في راس الزور. وإذا بدنا نعرف كيف طعم الزيت الأصلي، فقط ما علينا إلا ناخذ لنا حبتين أو قشرتين من شجرة الزيتون ونلوكهم، نلوكهم هيك شوية اللي نشعر في الطعم، لأنه هذا هو الأصلي اللي جاي من ورق الأشجار شجرة الزيتون. هذا بعطينا الطعم الأصلي اللي بناء عليه أنا أي زيت بستطعمه بعدها. الذاكرة الحركية والذاكرة للطعم هذه ذاكرة ثابتة مستحيل تنتسى من الدماغ، فأي طعم تاني في هاي الحالة بقارنه في هذا الطعم من الأوراق، لأن الأوراق اللي بتعطي الطعم الحقيقي. الطعم واللون، لون الزيت وكثافته، هذا كله يمكن غشه وبدرجة كبيرة، والمستهلك مش حيعرف شو الفرق إلا بشغلات بسيطة، ويكون متمرس. إذا متمرس من الطعم بفهم وبيعرف شو الطعم الكويس. إذا متمرس من ناحية فحص الزيت، كفاية إنه ياخذ الزيت هذا اللي بفكر إنه أصلي كويس وحطه في الفريزر لمدة ساعتين، وبعدها طلعوا من الفريزر. زيت الزيتون الأصلي يتماسك زي تماسك السمن البلدية مع عملية التجميد، ما بصير في مناطق متماسكة ومناطق لزوجتها أقل. الزيت القلي مثلا حطوه بالثلاجة ما بتماسك، أو تتماسك كمية بسيطة. الزيت المغشوش 50-50، بتلاحظوا نص الكمية اللي حطيتوها بعد التفريز متجمدة، ونص الكمية مش متجمدة. المتجمدة وفيها سلاسة هذه هي الأصلي، اللي مش متجمدة والسائلة هذه هي المغشوشة. طيب
إذا عرفنا شو الزيت الأصلي وشو الزيت الكويس، طب المخلفات تاعت الزيت هذه وين بروحوا وشو بسووا فيها؟ طبعا الأوراق بدل ما نجيبها على كندا ونبيعها ب 14 دولار، لسه قلنا 14 دولار هذا اللي من كاليفورنيا اللي هو نوعية 50% أقل فعالية من اللي من فلسطين، طب بنجيبها من فلسطين بنبيعها ب 20 دولار، هاي ربحنا فلوس. نرجع لزيت الزيتون، فالأوراق لا تستخدم عندنا، تشتريها شركات الأدوية الأوروبية وهي بتعمل منها مستخلص أوراق زيت الزيتون، وبتعلب لنا إياها بمنتجات براند نيم في داخل الكبسولات، وبترد تصدرها على كل الدول العربية والشرق الأوسط كمضادات للكوليسترول، للكوليسترول مضادات كوليسترول طبيعية اللي هي الكبسولات هذه، ومخفضات للضغط، هي دواء لتخفيف الضغط، لأنه أوراق زيت الزيتون المتابعة على شربه بينزل الضغط وبيساعد على تنظيف الشرايين زي ما حكينا، يعني هو جيد لأصحاب السكري وأصحاب الكوليسترول المرتفع. هذه هي قصتنا مع الأوراق. غير الأوراق، الجفت أو اللي بسموه الشوائب اللي بتطلع من العصر بعد العصر، هذا عندنا في فلسطين يستخدم مثلا للحرق للتدفئة. مناطق تانية أفهم شوية بيستخدموه علف للحيوانات، علف عضوي للأغنام للبقر للمواشي، بعطيهن حليب بعطيهن حديد مغنيسيوم منغنيز، هاي هي المكملات الطبيعية. للناس اللي متحضرين اكثر، هذا الزيت كمان بنعصر هذا الجفت وبستخرجوا منه زيوت رديئه شويه في النوعيه، بس بردوا بحطوا مواد كيماويه وبستخرجوا كمان من هالجفت بالطرق الكيماويه البتروليه، بيستخرج زيوت اكثر على اساس يبيعوه كزيت اكسترا اكسترا فيرجن، وهو بيكون لسه من توالي الجفت. اللي غير الجفت، في عنا المياه اللي بيكون تحتوي على الزيوت بس بتكون ملوثة، هذه تؤخذ وتستخدم عنا لصناعة الصابونة، صناعة الصابونة النابلسية بزيت الزيتون أو توالي زيت الزيتون، لأنه ما بتوفي معهم يحطوا زيت زيتون كويس، فبيحطوا من التوالي هذه اللي هي بسموها الزبار، التوالي المياه اللي بتخرج بعد العصر اللي هي بيطلعوها كتير على المجاري، وقضينا أيام وإحنا في الإسفنجة في الواد مع مصب المجرى هذا وماسورة الزبار وهي تصب على مجرى الواد لعملية التخلص منها، لما المي الزبار ينزل الزيت بطيش على السطح زيت الزيتون، فعن طريق الإسفنجة بنقدر نمتص زيت الزيتون، وهذا هو الزيت اللي كنا نجمعه على اساس نستخدمه في صناعة الصابون البيتي اللي بيحكوا له صابون نابلسي، اللي هو كويس كتير للبشرة، مرطب للبشرة بشكل كبير، لأنه زيتون نفسه زيت الزيتون بيحتوي على فيتامين اي، فيتامين مضاد للأكسدة وقوي جدا، وخصوصا للجلد ولطبقة الجلد، فهو مرطب طبيعي، فالصابون النابلسي كويسة. يعني بنشجع على استخدامها من صابونة الأعشاب الجيدة. فهذه التوالي لصناعة الصابون ومستحضرات التجميل من المخلفات لسه. طب أنا كيف بدي أستفيد من زيوت زيت الزيتون بعد ما عرفت كيف أخذه بشكل جيد؟ أول شيء بقدر أتمضمض في زيت الزيتون على الريق، يعني قبل ما آكل أي شيء أو أشرب أي شيء بحط ملعقتين زيت زيتون بكر في فمي، وفقط مجرد 5 دقائق ل 10 دقائق بعمل على تحريك ومضمضة داخلية، وأنا أقوم بأعمالي اليومية عادي، وبعد ما أخلص المضمضة بجيب محرمة وببصق هالسائل هذا اللي تحول من زيت زيتون أصلي بكر لمادة رغوية لونها مختلف طعمها مختلف، لأنها امتصت كل هالالتهابات او اي مشاكل في اللثة او اي احتقانات، لانه زيت الزيتون في عنده خاصية الامتصاص، الذرات تاع زيت الزيتون والبروتينات اللي موجودة فيه والفيتامينات
المواد الفعالة بتمتص وبتسحب الشحوم الثانية والزيوت العطرية الثانية، زي ما بنسوي في استخلاص بعض الزيوت من البذور أو من الأعشاب عن طريق طحن هذه البذور وطحن الأعشاب وطحن ناعمة، ووضعها مع زيت الزيتون كمصدر وكزيت انه يمتص هذه المواد الفعالة اللي موجودة سواء في الزعتر، في النعناع، في البابونج، او في السمسم، او في الحب السوداء. هذه من الطرق اللي ساعدنا على استخراج الزيت العطري من هذه البذور وهذه الاعشاب لزيت الزيتون، اللي يكون عندنا زيت مخفف مع زيت الزيتون وفوائد زيت الزيتون اللي نقدر ندهن فيه على جسمنا وعلى جلدنا، أو نأكله أو نستخدمه في المأكولات. زيت مع الروزماري، زيت مع النعنع، زيت مع الزعتر، نكهات مختلفة. وهذا الزيت هو اللي ممكن نستخدمه في عملية المساج، لأنه زيت الزيتون مستخلص وممتص طبيعي كوسيط إني أقدر أمتص الزيوت العطرية هذه لداخله لهذه الخاصية. فعملية المضمضة حتعطينا فائدة كويسة للناس اللي بيعانوا من الروائح الكريهة هذه للفم، هذه على الأكيد علاج فعال. التهابات اللثة أو اللوث، التهابات فيروسية أو بكتيرية، لأن زيت الزيتون مضاد فيروسي ومضاد بكتيري، في هذه الحالة حتشعروا بتحسن كامل. الحساسية وانسداد الجيوب الأنفية هذه اللي بنشعر فيها مع عملية البرد، هذه كمان حتتحسن بشكل كبير، لأنه زيت الزيتون مضاد هستاميني، يعني حيخفف من حدة مش بس الالتهابات والبكتيرية أو الفيروسية، كمان حيخفف من إفراز الهستامين. غير المضمضة، طب أنا بحط ملعقة ملعقتين من زيت الزيتون وبشربهم على الريق قبل ما أشرب أي شيء أو آكل أي شيء، اللي تتم عملية تجهيز للجهاز الهضمي. هذول الملعقتين إذا أنا بشربهم، هذول حي يجهزوا لي حمض المعدة للعمل، زي تمرين بسيط لأحماض المعدة وإفراز، لأنه الزيت الزيتون صعب للهضم، يعني بده 2 3 ساعات في المعدة لتتم عملية الهضم، لأنه بدون هضم جيد لزيت الزيتون مش حيتم عملية امتصاصه. عشان هيك زيت الزيتون لما يخرج من المعدة ويروح على بداية الأمعاء الدقيقة، مصب عصارة البنكرياس وعصارة المرارة، المصبين الرئيسيين في بداية المصران الدقيقة بعد عملية خروج هذا الأكل المهضوم والزيت من الأمعاء الدقيقة، بحفز عصارة المرارة وبحفز عصارة البنكرياس. إذا حفز عصارة البنكرياس هيك بحفز على إفراز الأنسولين من جهة، ومن جهة تانية بحفز على إفراز العصارة الهاضمة اللي هي لازم تفرز عشان تهضم الزيوت هذه. فهي في صار عندنا تحفيز للأنسولين من خلايا بيتا عشان يساعد في الهضم وكتنشيط لهذه الخلايا، وصار تحفيز للعصارة الهضمية من البنكرياس. نفس المبدأ بصير مع عصارة المرارة. فأي واحد عنده مشكلة في المرارة، حصوات في المرارة، آلام في المرارة، كل إفراز من عصارة المرارة بيستخدم زيت الزيتون، لأنها بتحفز وبتمتص عصارة المرارة. يعني احنا لما نحط الزيت وبنشرب، او ممكن ناكله اكل او بنشربه مع مية، الزيت بطيش على السطح. اذا كانت المياه هذه او مع الطعام، اذا بده يكون موجود على السطح في الامعاء الدقيقة. شو اللي موجود على السطح؟ مخارج عصارة المرارة وعصارة البنكرياس اللي بصبوا في نفس القناة تقريبا للامعاء الدقيقة. اذا زيت الزيتون على السطح، إذا زيت الزيتون ملامس لهذه العصارة وحيسحبها، وهذا هو القصد لما نقول لكم زيت الزيتون كويس للمرارة وكويس لعصارة البنكرياس وللناس اللي عندهم سكري. ما خلصنا على هيك، بدخل زيت الزيتون في نهاية الأمعاء الدقيقة كل الفيتامينات الدائمة في الدهون أو في الكوليسترول، زي فيتامين د وفيتامين إي وفيتامين كا،
هذه بدها وسيط دهني. إذا إحنا ضمننا إنه سرعة امتصاص من نهاية الأمعاء الدقيقة لفيتامينات بي وفيتامينات دال وفيتامينات إي، وبسرع عملية الامتصاص كوسيط كمان، مش بس لإخراج العصارة ولا عملية امتصاص المعادن. ولسه ما انتهى دوره على هذا الموال، بنزل على الأمعاء الغليظة، على الكولون، على البكتيريا الجيدة اللي هو بحفزها، ببطن الجدران الخارجية للكولون، بيساعد في الأمراض التقرحية، الغازات، تخفيف حدة الإمساك إذا في ملينات طبيعية بتكون موجودة على الجدران، بتساعد في لزوجة البراز، وبتخفف عملية التشنجات اللي موجودة بسبب أو لآخر واللي بتأدي للإمساك. بملعقتين زيت زيتون وبكاسة كاستين من ورق زيت الزيتون بقدرنا نخفف أعراض حالات كثيرة من هالإمساك، من هالمغص، من هالغازات، منها أمور أخرى كثيرة، شغلات بسيطة وبطرق بسيطة مقدور عليها. وكمان عرفنا كيف نعرف الزيت الأصلي اللي كويس، وكيف نعمل مصاري كمان بمساعدة أوراق شجرة الزيتون اللي هو الأحرى فيكم تعرفوا كيف تعملوا صحة أفضل انكم تاخذوها وتجففوها وتبلشوا تستخدموها. اللي بدوش يشربها يا اخي، اللي بدوش يشربها كشاي ومش مستطعم منها، استخدموها بشكل خارجي، غسول للراس، تقرحات جلد فروة الراس، التنميل والخضران اللي بنشعر فيه في الرجلين او في الايدين، انا بغلي منه وبوضعه في المياه وبحط جريف فيه منقوع شجرة أوراق شجرة الزيتون، هذا بخفف لي الآلام بشكل حاد وبعطيني تقويم طبيعي وبخفف عملية التنميل والخلل العصبي اللي موجود بسبب ضعف الأعصاب في الرجلين أو في الرجلين الإيدين، لأنه حينزل السكر زي ما حكينا مضاد التهابي. هذا هو شجرة الزيتون وحكاية الزيتون وأوراق زيت الزيتون، بتعملوا مصاري وبتعملوا صحة. أنا أكيد العنوان جذبكم شوي لأنه ما بيجذبكم إلا الفلوس. كيف تعملوا مصاري؟ هاي حكينا لكم كيف تعملوا مصاري وكيف تعملوا صحة من هالشغلات اللي موجودة حوالين البيوت عنا ومش عارفين كيف نستخدمها وشو فوائدها. قدروا هالنعمة هذه، نتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم، تحياتي.